انت النهارده لما حسيت ان المباراه هتروح منك وخلاص انت ممكن تخرج، بدات الشوط الثاني تتجرأ، لما اتجرأت ما حسيناش بغانا، فعلا وقعت بدنيا. الشوط الثاني اخر 25 دقيقه وقعت بدنيا، مفيش، انت الافضل بدنيا. طب لو جينا نتكلم بقى دلوقتي بالك، واحنا كنا على عامل بدنيا لان كان اللعيبه عندها روح. لا ما انا اقول لك دلوقتي الناس اللي بتتكلم، الناس اللي بتتكلم على عامل بتاع الرطوبه، ما شفتش انا عامل الرطوبه النهارده، لان انت اللي لحد الدقيقه 97 انت افضل بدنيا وانت اللي عايز. طب ليه ما بتشتغلش كده من البدايه؟ معرفش ليه اللعيبه عندها خوف، معرفش ليه اللعيبه عندها عدم ثقه، معرفش. هل دي هي امكانيات اللعيبه؟ تبقى كارثه لو دي امكانيات اللعيبه. احنا بنتكلم على لعيبه هي دي احسن لعيبه في مصر، طب فين؟ انا ما بشوفش. انت ما بتعرفش تنقل مثلا خمس ست نقلات على بعض، ما فيش انتشار كويس في الملعب. يعني الملعب زي ما قلت لك مايل ناحيه الشمال، لولا حاجات فرديه النهارده من عمر مرموش وتريزيجيه كنت هتطلع خسران. يعني انت استغليت فرصتين اللي هي واحده راجع من المدافع غلط، حارس المرمى عمر مرموش توقع راح جاب هدف، الثانيه برضه الراجل عايز يمشي بالكره، بيمشي الكره ناحيه مرماه قطعها تريزيجيه، لعبها لمصطفى محمد قطع بشكل كويس قوي جبت الهدف الثاني. يعني حتى الهدفين اللي انت جبتهم مش ملعوبين، لا شفت جمله بتتلعب ولا عارف انت بتلعب باي طريقه ولا انا فاهم اي حاجه. احنا بنتكلم برضو فنيا داخل الملعب، هل ده شكل منتخب مصر؟ لا. حتى الشوط الثاني انت برضو خدتها حاجات ارتجاليه، يعني مش حاجات برضو تنظيميه، ما حدش يقول لك انها تنظيميه، انت ما ضيعتش فرصه. وعايز اقول لك منتخب غانا برضو ما ضيعش فرصه، انا مالي ومال منتخب غانا؟ طب ده بالعكس بقى، لما تيجي ترد عليا تقول لي ان منتخب غانا ما ضيعش فرصه، ده يبقى عيبك انت. يعني منتخب غانا ما يخوفش، طب ما تلعب ما تشتغل على الاقل، الناس بتحاول تمسك كوره انت بتعرفش تمسك كوره. الاحتكاكات النهارده كلها معظمها لصالح غانا، ما فيش غير عمر مرموش بس هو الوحيد، وممكن امام عاشور شويه، هو الوحيد اللي في الاحتكاكات بيعافر، اي لعيب تاني مع اي احتكاك هو اللي بياخد الكوره. الكرة بقت قوة دلوقتي، قوة وبدني ومخ وخطط، ده بيلعب ازاي وده بيلعب ازاي. انا برضو مش شايف طريقة لعب، انا مش شايف حاجة انت بتبني عليها هجمة، مش شايف وقفة انت بتقفها مثلا صح عشان تشتغل على الهجمة المرتدة. عايز اشوف حاجة بتتعمل عشان اقول هل احنا هنستنى لحد منتخب مصر يخرج. طب احنا ورا منتخب مصر والحمد لله ان الماتش النهارده طلع تعادل، برضه هيدينا امل الماتش اللي جاي، بس الماتش اللي جاي لازم تكسب، ما فيهاش تالت. اي نتيجه بكره انت مالكش علاقه بيها، عشان بس الناس تقول لك ايه احنا عايزين التعادل، لا عايزين موزمبيق يكسب، لا عايزين الراس الاخضر يكسب، اي نتيجه انت مالكش علاقه بيها، هي بقت بايدك انت، لان انت اللي لازم تكسب، لانك لو ما كسبتش انت ممكن تخرج. فدي مشكله كبيره جدا. انا عايز احس ان منتخب مصر يرجع شخصية منتخب مصر، عايز احس ان احنا الناس اللي موجودة في الملعب واللي بنتكلم عليها واللي زمالك واهلي بيتخانقوا عليها نشوفهم في الملعب، اشوفهم في الملعب. انا مش مجرد ان انا بلعب دوري شركات هنا،